بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي الطلبة. محاضرتنا لهذا اليوم لمادة الفسلجة العملي لقسم الأشعة والسونار بعنوان أي بي أو بروبينج أند أر إتش فيكتور. هي هذا الاختبار من أجل أن نحدد فصيلة الدم ونحدد إذا كانت فصيلة الدم موجبة أو سالبة عن طريق الأر إتش فيكتور. عندنا هنا مقدمة على البلود جروب ABO blood group system. ABO grouping is a test performed to determine individual's blood type. يعني الـ ABO مجاميع الـ ABO تستخدم لتحديد هو اختبار أو تحليل يحدد لنا يستخدم لتحديد فصيلة دم شخص معين. The A and B and O blood group were first identified by Australian immunologists. الفصائل الدم حددت أول ما حددت بواسطة عالم مناعة أسترالي. The classification of human blood based on the inherited properties of red blood cell. The classification of human تصنيف دم الإنسان يعتمد علماً على الصفات الوراثية لكريات الدم الحمر أو خلايا الدم الحمر as determined لتحديد by بواسطة نحددها بواسطة the presence وجود or absence عدم وجود of antigens A and B which are carried on the surface of the red blood cell. يعني نصنف دم الإنسان تصنيف دم الإنسان إلى عدة فصائل يعتمد على حمل كريات الدم الحمر لبعض الصفات الوراثية. هذه الصفات الوراثية تحدد بواسطة وجود أو عدم وجود أنتيجين الـ A أو الأنتيجين الـ B على سطح كريات الدم الحمر. Person may thus have type A, type B, type O or type AB blood. يعني الشخص ربما يكون من فصيلة دم نوع A أو فصيلة دم نوع B أو فصيلة دم نوع O أو فصيلة دم نوع AB بالاعتماد علماً على الأنتيجينات الاثنين الأنتيجين A وأنتيجين B الموجودات على سطح الريد بلوس سيل على سطح كريات الدم الحمر. عندنا هنا بهذا السلايد The ABO blood typing system group your blood into one of four categories. يعني يصنف لنا الدم الى اربعه مجاميع. التايب A المجموعه الاولى هي فصيله دم من النوع A. هاي فصيله دم من النوع A has the A antigen تمتلك شنو هو انتيجينات من النوع A على اليمن على سطح خلايا الدم الحمر. الفصائل من نوع B تمتلك انتيجينات من النوع B على سطح خلايا الدم الحمر. والتايب AB has both A and B antigen. الشخص من النوع فصيلة AB يمتلك انتيجينات A وانتيجين B على سطح كريات الدم الحمر. أما بالنسبة للفصيلة دم من النوع O هذا الشخص لا يمتلك لا انتيجين A ولا انتيجين B على سطح كريات الدم الحمر. بالنسبة للتبرع بالدم أو منح الدم يعتمد على من لازم نعتمد على فصائل الدم. هنا يوضح لنا مثل فصيلة دم O type O individuals can donate blood to anyone. يعني الشخص اللي يحمل فصيلة دم من النوع O يقدر يمنح الدم إلى أي شخص آخر. يعني الاي فصيله من فصائل الدم يعني يقدر ينطي للاي ينطي للبي ينطي للاي بي because their blood has no antigen لان دمه ما يحتوي على اي انتيجين. الشخص اللي يكون من النوع دمه من النوع اي جروب يعني من النوع فصيله دم اي type A individual can donate to other type A individual يعني يقدر ينطي للاشخاص اللي يكون فصائل دمهم اي and type AB individuals وينطي للأشخاص تكون فصيلة دمهم AB.
Type A individuals can receive blood only from other type A individuals. أبو الفصيلة الدم A يستطيع أن يستلم الدم أو يأخذ الدم منين؟ من فصيلة، من الأشخاص اللي يمتلكون فصيلة A والأشخاص اللي يمتلكون فصيلة O. بالنسبة للأشخاص اللي يحملون فصيلة B يعطون الدم donate blood to other B individuals، يعطون الدم للأشخاص اللي يحملون فصيلة B وأيضا للأشخاص اللي يحملون فصيلة دم AB individuals. Type AB نوع النوع النوع B individuals can receive، يمكن أن يستلم blood only from type B، فقط من الأشخاص اللي يحملون فصيلة دم B and O individuals، ومن الأشخاص اللي يحملون فصيلة O. بالنسبة للـ AB فصيلة دم الـ AB type AB individuals can give blood only to other AB individuals، يعني الـ AB ينطي فقط للشخص اللي يحمل فصيلة دم AB but can receive blood of any type، ويقدر يستلم الدم من أي فصيل، من أي شخص يحمل أي نوع من الفصائل الأخرى. لذلك احنا نسمي الـ O بالمانح العام، ليش؟ لأنه يعني يقدر ينطي الدم من أي شخص آخر. هنا أنا بهاي الصورة توضح لنا الـ O ينطي يقدر المن للأشخاص اللي يحملون فصيلة دم A وللأشخاص اللي يحملون فصيلة B وللأشخاص اللي يحملون فصيلة AB. أما بالنسبة للـ A ينطي فقط للشخص اللي يحمل فصيلة دم من نوع الـ A، وينطي فقط للشخص اللي يحمل فصيلة دم من نوع الـ AB. والشخص اللي عنده فصيلة دم بي ينطي فقط للأي بي وينطي للبي نفسها. أما الأي بي ما ينطي لأي فصيلة أخرى، فقط يستلم من جميع الفصائل. أما الأو يمنح لكل الفصائل ويستلم فقط من الأو. عندنا الـ RH system يوضح لنا the third kind of antigen، النوع الثالث من الانتيجينات الموجودة على اليمن على كريات الدم الحمر is called، يسمى بالـ RH vector، يسمى بعامل الـ RH. الـ RH test determine whether this configuration is presence RH positive or absence RH negative on individual's blood cell. يعني يحدد لنا الـ RH test، اختبار الـ RH راح يحدد لنا اذا الشخص يمتلك RH فيكتور، يعني يحتوي على اليمن على انتيجين من النوع الـ RH على الريد بلوس سيل على كريات الدم الحمر، فيسمى هذا من النوع البوزيتيف، او يفتقد للـ RH فيكتور على كريات الدم الحمر او عامل الـ RH او انتيجين الـ RH على كريات الدم الحمر، فهذا يسمى من النوع النيجاتيف السالب. You either have this antigen، إذا يعني كنت تمتلك هذا الأنتيجين، meaning your blood type is RH positive، هذا يعني بأن دمك من النوع الموجب، or you don't، أو إذا كنت ما تمتلكه، هذا يعني إنه دمك من النوع الـ RH negative، يعني سالب، دمك يكون سالب. One difference between the RH system and ABO group system is that RH negative people don't usually possess antibody against RHD. يعني قل لنا هنا اختلاف واحد فقط بين الـ RH system والـ ABO system. شنو هذا الاختلاف؟ هذا الاختلاف بأن الـ RH negative للأشخاص اللي يكونون من نوع دمهم من النوع السالب ما يمتلكون انتباديات ضد الـ RH. بينما whereas in the ABO group بمجاميع الدم أو فصائل الدم، نظام فصائل الدم، إذا الانتيجين if the antigen is absent يفتقد from the red blood cell، يفتقد لكريات الدم الحمر، the antibody against it is present in the plasma، يعني الانتباديات اللي ضدها تكون موجودة وين؟ بالبلازما. هسه عرفنا الاختلاف بين الـ RH والـ ABO group. نجي هنا بالنسبة للـ RH type. عندنا الـ RH positive
people with the Rh positive blood have Rh antigen on the surface of their red blood cells. يعني الأشخاص اللي يكون الـ Rh عندهم أو يكون دمهم سالب، هذا الشيء يدل على أن الأنتيجين من نوع الـ Rh يكون موجود على كريات الدم الحمر. A pupil with the Rh positive blood can receive Rh positive or Rh negative blood. الأشخاص اللي يكون دمهم من النوع الموجب يقدر يستلمون دم من النوع الموجب من الأشخاص اللي يمتلكون دم من النوع الموجب ومن الأشخاص اللي يمتلكون دم من النوع السالب. أما بالنسبة للـ Rh negative، للأشخاص اللي pupil with the Rh negative، الأشخاص أو الناس اللي يمتلكون الدم من النوع السالب do not have Rh antigen، ما يمتلكون أنتيجينات على الريد بلوس سيل على كريات الدم الحمر. People, الناس أو الأشخاص with the Rh negative blood can receive، يمكن أن يستلمون only blood that is also Rh negative. يعني أبو الدم السالب ما يستلم دم إلا من شخص يكون دمه من النوع السالب فقط. أما الشخص اللي دمه positive موجب يقدر يستلم من الأشخاص اللي يكون دمهم من النوع السالب أو الأشخاص اللي يكون نوع دمهم من النوع الموجب. requirement المتطلبات او الاحتياجات اللي نحتاجها بهاي التجربه، اول شيء نحتاج الى سامبل، وسامبل من نوع البلود الدم، ونحتاج الى الاي بي او تايبنج، الى علبه الاي بي او واللي تحتوي على اليمن على الان تي اي وتحتوي على الان تي بي وتحتوي على الان تي دي. الان تي اي والان تي بي اللي عن طريقها راح نحدد البلود جروب، مجاميع الدم او فصائل الدم. اما بالنسبه للان تي دي نحدد عن طريقها الـ Rh فيكتور إذا كان الشخص يكون دمه من نوع الموجب أو من نوع السالب. عندنا العلبة باللون الأزرق هي تسمى بالـ NTA، وباللون الأصفر NTB، وباللون الأبيض NTD. الطريقة، الطريقة ناخذ 3 drops، ثلاثة قطرات من الدم. القطرة الأولى نخلي عليها NTA من العلبة باللون الأزرق، والقطرة الثانية نخلي عليها NTB من العلبة ناخذها اللي باللون الأصفر، والقطرة الثالثة من الدم نخلي عليها NTD من العلبة باللون الأبيض. لما نجي نقرأ النتائج، يعني هسه عندنا ذني 3 قطرات دم، القطرة من النوع اللي خلينا عليها NTA، وهاي القطرة خلينا عليها NTB، وهاي القطرة خلينا عليها NTD. نشوف وين يصير تجلط. إذا صار تجلط على بالقطرة اللي خلينا عليها NTA، هذا دلالة على إنه هذا الشخص من النوع A، فصيلة دم تكون A. هنا نلاحظ بأن الشخص هذا الشخص أو هاي السامبل عينة صار تجلط بالA وما صار تجلط بالB، شي يدل إنه فصيلة دم تكون A، وما صار تجلط عنده وين بالD، فهاي فصيلة شنو A negative. A negative يعني فصيلته من نوع الـ A سالب. زين، إذا صار تجلط عندنا بالـ A وإذا صار تجلط عندنا بالـ B همين، فإن هذا الشخص يكون فصيلته من نوع الـ A B. وإذا ما صار تجلط بالاثنين، لا صار تجلط بالـ A ولا صار تجلط بالـ B، فهذا الشخص فصيلة دمه تكون O. هسه عندنا هنا مثال ثاني. خلينا عينة دم، 3 قطرات دم، بالقطرة الأولى خلينا NTA، بالقطرة الثانية خلينا عليها NTB، والقطرة الثالثة خلينا عليها NTD. نشوف بالقطرة الأولى الـ NTA ما تجلط ويا الدم، ما تجلط ويا قطرة الدم، وبالقطرة الثانية تجلط ويا الـ NTB، فدلال يشيدل هذا يدل على انه هذا الشخص فصيلة دمه من نوع البي. بالنسبة للقطرة الثالثة لاحظها بانها جلطت ويا الان تي دي، فهذا الفصيلة دمه من النوع البي بوزيتيف، فصيلة دمه من النوع البي بوزيتيف. شكرا جزيلا، اليوم فصلت محاضرة.